قسم تحسين الجودة الطبية في سيما تم استحداثه مؤخرا بهدف تقديم الخدمات وفق معايير الجودة الطبية. يشرف القسم على عمل لجان الجودة في المستشفيات والتي تم تشكيلها وتنظيم عملها لتقوم بتنفيذ مهامها في وضع السياسات والإجراءات التي تتعلق بتحسين جودة الخدمات المقدمة. وتوازيا مع افتتاح القسم تم تأمين منحة دراسية لست أطباء وذلك لدراسة تخصص الجودة الطبية في المعهد العربي للتنمية المستدامة ليكونوا نواة للعمل في المشافي الطبية في الرابطة وكل المشافي في المناطق المحررة إن شاء الله. تم تشكيل لجان تحسين جودة في 3 مشافي حاليا ويتم العمل على تشكيل لجان في كل مشافي الرابطة. في خطوة رائدة للرابطة الطبية للمغتربين السوريين تم وضع خطة استراتيجية من قبل إدارة مجلس الجودة في الرابطة لتطبيق معايير الجودة العالمية ضمن مشافي الشمال السوري. بدأ تطبيق الخطة على عدة محاور، أولها هو تعيين مسؤول للجودة في مشافي الشمال السوري، والخطوة الأخرى هي تشكيل لجان جودة في مشافي الشمال. أيضا تم ترشيح عدد من الأطباء من الكوادر المؤثرة والعاملة في مشافي الشمال السوري إلى دبلوم في إدارة الجودة الطبية. تم البدء بتطبيق سياسات الجودة الطبية في مشفى الإخاء منذ 4 أشهر تقريباً، حيث بدأنا العمل على وضع سياسات وإجراءات في محاور الجودة المختلفة. من ضمن المحاور التي عملنا عليها بالفترة الماضية هو محور سلامة المرضى، وهو محور هام من محاور الجودة الطبية. وكان لنا لقاء اليوم مع الكوادر الطبية للتعريف بأهمية محور سلامة المرضى، وبدأنا بملف التعريف الصحيح على المريض، وكان عندنا ورشة عمل لتدريب الكوادر على التعرف الصحيح على المرضى، بالإضافة إلى تطوير عدد من السياسات والإجراءات الخاصة بالموضوع. تم طباعة ملصقات توزيعها في أقسام المشفى المختلفة، بأقسام الاستقبال وقسم العيادات وغرف التمريض، من أجل معرفة الأوقات الصحيحة للتعرف على المرضى، أيضاً لتعريف المريض بأهمية التعرف الصحيح عليه. أطلقنا على الحملة عنوان معرفتك سلامتك لتبيين للمريض أهمية التعرف عليه أثناء وجوده في المشفى لتلقي الرعاية الطبية الآمنة والسليمة.